طابت أوقاتكم مشاهدينا الكرام في نشرة إخبارية مفصلة من قناة الفلوجة. أهلا بكم مشاهدينا، نبدأ هذه النشرة كالعادة بأهم العناوين. يا علي يا علي، شرارة التاج تشعل فتيل التوترات، قصف أمريكي يستهدف مواقع عسكرية، والعمليات المشتركة تعلن القصف أودى بحياة 5 مقاتلين وجرح 11 آخرين. القصف الأمريكي يفجر موجة من ردود الفعل، رئاسة الجمهورية تحذر من الانزلاق في منحدر لا دولة، والخارجية تعلن استدعاء سفيري واشنطن ولندن. الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة، يونامي تدعو لوقف فوري للتصعيد وتشدد لا يمكن استخدام العراق ساحة لحروب الوكالة. كورونا يفرض إجراءات استثنائية، خلية الأزمة تمنع حركة التنقل بين المحافظات، والإقليم يحظر التجوال في أربيل وسليمانية لمدة يومين. مرحبا بكم مجددا، البداية من آخر التطورات الميدانية في العراق. وفي حلقة جديدة من مسلسل قصف المقار العسكرية، استهدفت غارات جوية أمريكية مواقع عسكرية تابعة لفصائل في الحشد الشعبي وأخرى تابعة للجيش والشرطة في مناطق عدة، وذلك ضمن إطار الرد على قصف معسكر التاج والذي أسفر عن مقتل جنديين أمريكيين وآخر بريطاني ضمن قوات التحالف الدولي. قيادة العمليات المشتركة أكدت في بيان أن القصف الأمريكي استهدف مقر عسكرية في مناطق جرف الصخر وسعيدات والبهبهاني ومنشأة الأشتر للتصنيع العسكري ومشروع مطار كربلاء، مبينة أن القصف أودى بحياة 3 مقاتلين من الجيش و2 من شرطة بابل وجرح 5 مقاتلين في اللواء 46 التابع للحشد الشعبي. يا علي 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 يا علي. في غضون ذلك أظهرت صور متداولة حجم الدمار الذي تعرض له مشروع مطار كربلاء إثر الضربة الأمريكية التي استهدفته فجر اليوم. هذا وأظهرت الصور تعرض منشآت إدارية وأخرى خدمية لأضرار كبيرة داخل مشروع مطار كربلاء نتيجة للغارة الجوية التي أودت بحياة عامل مدني وإصابة آخرين ممن يعملون في المنشآت الداخلية للمطار. من جانبها أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أنها نفذت ضربات جوية استهدفت 5 مواقع للتخزين أسلحة تابعة لكتائب حزب الله في العراق. البنتاغون أشار إلى أن المقر المستهدف تشمل منشآت كانت تضم أسلحة تستخدم لاستهداف القوات الأمريكية وقوات التحالف الدولي في العراق، مبينة أن الضربات كانت دفاعية ومتناسبة وجاءت كرد مباشر على التهديد الذي تشكله تلك الفصائل المسلحة، وذلك على حد قول البيان الأمريكي. من جهته أوضح قائد القيادة المركزية الأمريكية كينيث ماكنزي أن المواقع التي استهدفتها بلاده في العراق كانت تشكل خطرا على الجنود الأمريكيين، مشيرا إلى أن الضربة جاءت دفاعا عن النفس بعد قصف معسكر التاج.
المواقع التي قمنا بضربها تستهدف قواتنا في العراق. واشنطن تحركت دفاعا عن النفس، وغاراتنا الأخيرة ترسل إشارة إلى أننا لن نتساهل مع خسارة أرواح مقاتلينا. الضربات الأمريكية ستردع الهجمات المستقبلية كالهجوم الصاروخي على معسكر التاجي شمال بغداد. هذا وكشف ماكنزي أنه يجري حاليا نقل صواريخ باتريوت إلى العراق، موضحا أن منظومة الدفاع الجوي ستكون جاهزة للعمل خلال أيام. واشنطن أرسلت حاليا منظومات باتريوت إلى العراق. وضعنا بعض الأمور الأساسية فيما يتعلق بالمنظومة داخل العراق، وتفصلنا أيام عن تجهيزها للعمل بشكل كامل، بالإضافة إلى حاملتي طائرات ستواصلان العمل في المنطقة. بدورها وصفت بريطانيا القصف الأمريكي بالسريع والحاسم، مضيفة أن الرد جاء متناسبا مع الهجوم الذي طال معسكر التاجي والذي أسفر عن مصرع مقاتل بريطاني ضمن قوات التحالف الدولي. وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب قال إن على كل من يسعى للإلحاق الأذى بقوات التحالف أن يتوقع ردا قويا، مشيرا إلى أن القوات البريطانية موجودة في العراق مع شركاء التحالف لمساعدة البلاد على مواجهة النشاط الإرهابي على حد قوله. وضمن ردود الفعل الداخلية، اعتبرت رئاسة الجمهورية القصف الأمريكي الذي استهدف مواقع عسكرية داخل العراق اعتبرته انتهاكا للسيادة الوطنية. وجددت رئاسة الجمهورية التأكيد على منع تحول العراق إلى ساحة حرب بالوكالة، مبينة أن الانتهاكات المستمرة التي تتعرض لها الدولة هي إضعاف ممنهج وخطير، داعية المجتمع الدولي إلى دعم العراق واحترام سيادته وقراره الوطني المستقل. من جانبها، أعلنت وزارة الخارجية استدعاء السفيرين الأمريكي والبريطاني في بغداد على خلفية الغارات الجوية الأخيرة. من جانبها، دعت الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للتصعيد من جميع الأطراف في العراق، في حين أكدت أن الهجمات وهجمات الرد بالمثل بما في ذلك استهداف قوات التحالف لا تخدم مصلحة العراق. وأدانت الأمم المتحدة استمرار الخسائر في الأرواح داعية لممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدة أن الشراكة والحوار هما السبيل الوحيد لبناء قوة العراق ومنع عودة داعش، فيما شددت على أنه لا يمكن استخدام العراق وشعبه مسرحا للتنافس بين القوى المختلفة والصراعات بالوكالة، مشيرة إلى أن السيادة غير قابلة للتجزئة والعراقيين يستحقون الاستقرار والسلام. في السياق ذاته، رأى مراقبون أن الحكومة العراقية أصبحت في حرج كبير بعد أن تحول العراق رسميا إلى ساحة صراعات دولية بعد تجدد قصف المقار والمعسكرات داخل أراضيه. يعني وقع ما كان الكل يحذر منه، أن يكون العراق ساحة لتصفية الحسابات. لا نتحدث من تحذيرات ومخاوف بعد الآن، وقعت هذه الممارسة بشكل أو بآخر على الأرض العراقية. بعد استهداف قاعدة التاجي كان هناك متوقع رد أمريكي، وربما هذا الرد الأمريكي لن يتوقف، سيستمر في قصف فصائل منتمية للحشد الشعبي وتحديدا لكتائب حزب الله، وبالتالي سنقع في ورطة كبيرة. الحكومة الآن في حالة حرج كبير وغير قادرة على أن تنأى بنفسها من هذه الحقيقة التداعيات الكبيرة والخطيرة، ووقعت في حرج كما ذكرنا على اعتبار أنها غير قادرة على أن توازن في هذا المشهد الصعب، فضلا عن مشهد سياسي معقد وصراعات داخلية وحكومة مستقيلة. تقع هذه العمليات العسكرية بشكل مستمر، وبالتالي أنا أعتقد أن الكل وقع في حالة من الإرباك وغير قادر على أن يخرج من هذا المأزق. بالتأكيد الآن العراق أصبح ساحة لتصفية الصراعات بين الجانب الأمريكي من جهة والجانب الإيراني من جهة أخرى، لكن هنالك صمت سياسي من قبل الطبقة السياسية وكلام إعلامي فقط من قبل رئيس الوزراء بصفته قائد العام للقوات المسلحة. الكلام الإعلامي ليس له أي تجسيد على أرض الواقع، والطبقة السياسية متجزئة إلى جزئين، جزء موالي لإيران والجزء الآخر مع يستنكر الهجمات على الأهداف الثابتة الأمريكية. السيادة العراقية في وضع يعني مبهم وفي وضع مضحك دولياً. إذن بعد الغارات الأمريكية التي استهدفت مواقع عسكرية عدة، بات العراق بمثابة ساحة دولية لتصفية الحسابات. التفاصيل تتابعونها في سياق هذا التقرير. سميت بالغارة الجوية الانتقامية، أربعة مواقع للحشد الشعبي استهدفت بقصف جوي من قبل القوات الأمريكية والبريطانية عبر طائرات حربية كردة فعل على الهجوم الصاروخي الذي استهدف قاعدة التاجي
وما نجم عنه من مقتل جنديين أمريكيين وجندية بريطانية، ضربات تمثل انتهاكا جديدا للسيادة العراقية. يعني في الحقيقة هو يعد في كل الأحوال انتهاك للسيادة العراقية، ولكن في نفس الوقت عدم قدرة الحكومة العراقية بتوفير الحماية للمعسكرات التي تتواجد فيها القوات المشتركة الأمريكية والتحالف، وفي نفس الوقت القوات العراقية أعطى مبرر لقوات التحالف أن تأخذ على عاتقها عملية توفير الحماية لقواتها. نسف السيادة العراقية عبر تلك الهجمات قابلها صمت من قبل الحكومة العراقية في وقت يتوجب عليها بحسب بعض القراءات وضع حد لتلك الانتهاكات المتكررة إلى جانب حماية المعسكرات التي تتواجد فيها قوات التحالف لتفادي تكرار تلك الهجمات. القصف الذي طال معسكر التاجي، وأيضا ردة فعل الجانب الأمريكي في قصف مقر الحشد، وأيضا قصف مطار كربلاء القيد الإنشاء، هذه يعني فعل وردة فعل، وبالتالي تتطلب وتستوجب وقفة حكومية جادة إزاء ما يحصل في بالتوازي مع الكثير من الأمور. مثلا البرلمان العراقي صوت على إخراج القوات الأمريكية وإلزام الجانب الأمريكي بالالتزام باتفاقية الإطار الموقع. البنتاغون في بيانه أوضح بأن الهدف من الغارة الجوية تحجيم قدرات الفصائل المسلحة وتفادي تنفيذ هجمات مستقبلية من قبلها على قوات التحالف، مهددا في ذات الوقت بأن القوات الموالية لإيران ستتحمل عواقب وخيمة في حال لم توقف هجماتها. من بغداد، علي عبد الكريم، الفلوجة الفضائية. عن هذا الموضوع وأكثر ينضم إلينا الخبير الأمني ربيع الجواري من أربيل. مرحبا بك سيد ربيع. إذن برأيك ما هي أبعاد القصف الأمريكي، خصوصا وأنه لم يستهدف فصائل مسلحة فحسب، إنما مواقع تابعة للجيش والشرطة العراقية أيضا؟ تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي وتحياتي إلى مشاهدين قناتكم الكرام. يعني حقيقة في البداية أقول يعني أن لكل فعل ردة فعل. حقيقة احنا خلينا نتكلم الحقائق، انه عندما قامت الميليشيات التابعة لإيران بقصف مواقع للجيش الأمريكي في التاجي، وبالتالي قتل جنديين وكذلك مجندة بريطانية في هذا المعسكر، اكيد على قوات التحالف ان ترد بالمثل وان تعرف انه من استهدفها. نعم، لكن كي ترد قوات التحالف، عذرا عن المقاطعة سيد ربيع، حتى ترد قوات التحالف بالمثل يجب أن تشاور بذلك حليفها العراق، وهي تقول كما جاء على لسان ماكنزي اليوم أن الاستخبارات العراقية لديها علم بتحركاتها لكن ليس لديها علم بالمكان والزمان المعينين. برأيك كيف يصح ذلك مع دولة شريكة في العراق؟ ألا يعتبر ذلك اعتداء على السيادة العراقية كما صرح اليوم رئيس الجمهورية السيد برهم صالح؟ لا يعني حقيقة ايضا بنفس الوقت يعني من الميليشيات الحشد او ميليشيات التابعه او اذرع ايران في العراق عندما تستهدف قواعد لها معاهدات ولها اتفاقيات ويا الدوله العراقيه، اليس هذا خارج الاطار وخارج الاتفاقيه؟ يعني اقول يعني لماذا نحن نكيل بمكيالين؟ لماذا لا نحد من اذرع ايران في العراق؟ لماذا ان نجعل السلاح في يد الدوله؟ لماذا السلاح سائف في يد ميليشيات تابعه لايران وتابعه لاذرع ايران؟ حقيقه هذه الاذرع وهذه الميليشيات ستجلب المشاكل والولات الى العراق. هناك اتفاقيات دوليه بين التحالف الدولي وبين الحكومه العراقيه، ولحد الان لم تنتفي ولم تنتهي. ولذلك اليوم على الحكومة العراقية قبل أن تستنكر قصف مواقع للميليشيات، عليها أن تستنكر أعمال الميليشيات في الأراضي العراقية. طيب، البعض يرى أن أي ردة فعل أجنبية ضد الفصائل المسلحة في العراق يعد انتشالا لحالة الاختناق التي تمر بها هذه الجهات المسلحة، التي تندرج ضمن محور معين باعتبارها أنها يعني ستزيدها موقفا شعبيا، وبالتالي سوف تحصل على قاعدة جماهيرية باعتبارها ضحية وباعتبارهم عراقيين أيضا. كيف ترى ذلك؟ مو احنا هاي مشكلتنا، احنا هذه الميليشيات ليس ولاها للعراق ولكن ولاها الى ايران،
ولذلك اليوم هي تعمل من أجل أجندات معينة تابعة لإيران، وتقوم بهذه الأعمال من أجل إرضاء إيران. لماذا وأيضا بأوامر إيران، ولماذا لا تقوم إيران هي باستهداف قواعد أمريكية لكي ترد يردون الأمريكان بالمثل؟ ربما يستهدفون قواعد في داخل إيران ولم يستهدفون قواعد في الداخل العراقي. بالرغم من ذلك اليوم السفارة بالرغم من ذلك اليوم الخارجية عذرا عن المقاطعة سيدي الكريم، الخارجية العراقية اليوم استدعت السفيرين البريطاني والأمريكي لبحث ما أسمته بأنه خرق للسيادة العراقية. ماذا بعد استدعاء السفيرين البريطاني والأمريكي برأيك من قبل الخارجية العراقية؟ يعني هذا يعني أن نحن دولة إيرانية، بصراحة أقولها بكل أمانة وبكل أمانة، يعني هذا يعني أن نحن موالين للدولة الإيرانية ونحن امتداد للدولة الإيرانية، ولماذا لا نستدعي الحكومة العراقية؟ طيب السيد برهم صالح، السيد برهم صالح حينما يستنكر ذلك، هل يعتبر أنه أيضا ضمن الدولة الإيرانية أو تابع للمحور الإيراني برأيك؟ السيد برهم صالح اليوم أيضا هو الآخر استنكر وقال أنه تعدي على السيادة العراقية، ما رأيك؟ أكيد أكيد برهم صالح وأيضا أي رئيس وزراء ينصب في الدولة العراقية وأي رئيس برلمان في الدولة العراقية لا ينصب إلا بمباركة إيران. اليوم نحن بلد محتل من إيران حقيقة، وهذا الفعل مرفوض من قبل برهم صالح أو أي والحكومة العراقية. استنكروا عمل الميليشيات في العراق وبعدين استنكروا عمل قوات التحالف في العراق. طيب. اتضحت الفكرة. المحلل السياسي كنت معنا من أربيل السيد ربيع الجواري، شكرا جزيلا لك. الأخبار مستمرة. في سياق التظاهرات الشعبية، انطلقت تظاهرات حاشدة في محافظة البصرة تطالب بعدم جر العراق ليكون ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية. أكد المتظاهرون استمرارهم وثباتهم في سوح الاعتصامات لحين تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة بإصلاح المنظومة السياسية ومحاسبة قتلة المتظاهرين وإجراء الانتخابات المبكرة نهاية العام الجاري. لذلك انطلقت تظاهرات غاضبة في بغداد ومحافظات عدة تنديدا بأعمال القمع والخطف والقتل التي تطال المتظاهرين والناشطين. وأكد المتظاهرون استمرارهم في سلميتهم رغم استهدافهم بالرصاص الحي والقنابل الدخانية وبنادق الصيد، مستنكرين صمت الحكومة والعالم إزاء ما يجري من انتهاكات في سوح التظاهرات. في ميسان هاجم مسلحون مجهولون منزل أحد الناشطين في المحافظة بعد ساعات قليلة من اغتيال ناشطين بارزين في تظاهرات أكتوبر. وأظهرت كاميرات المراقبة هجوم مسلحين مجهولين على منزل الناشط المدني رضا العقيلي بعد ساعات على إطلاقه واسما حمل عنوان أنا المغدور القادم، فيما حمل أهالي المحافظة القوات الأمنية والحكومة المحلية مسؤولية الاعتداءات المتكررة على الناشطين والمتظاهرين.
وفي آخر مستجدات ملف فيروس كورونا في العراق، قررت خلية الأزمة الحكومية منع الزيارات الدينية في شهر رجب ومنع التنقل في المحافظات بدءا من يوم الأحد المقبل ولغاية 25 من شهر آذار الجاري. وأصدرت الخلية جملة مقررات أبرزها منع إفادة موظفي الوزارات والمؤسسات في الوقت الراهن، لا سيما إلى البلدان التي شهدت إصابات بكورونا، في حين سمحت بإعادة فتح المطاعم لخدمة التوصيل المنزلي فقط. إلى ذلك، أعلنت دائرة صحة الرصافة في بغداد تمثل 3 حالات جديدة للشفاء من فيروس كورونا، ليرتفع عدد حالات الشفاء في جانب الرصافة إلى 8 حالات. وقالت الدائرة إن مجموع الإصابات بفيروس كورونا التي شخصت في جانب الرصافة أصبحت 12 حالة بعد تشخيص حالة جديدة لإحدى مراجعات مستشفى الكندي لامرأة بعمر 45 عاما. وأوضحت أن 3 حالات جديدة من المصابين بفيروس كورونا تماثلت للشفاء لرجلين وامرأة تتراوح أعمارهم ما بين 60 إلى 65 عاما، ليتم إخراجهم من الحجر الصحي. في إقليم كردستان، أعلنت حكومة الإقليم حظر التجول ل 48 ساعة بعد تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا، 7 منها في السليمانية وواحدة في أربيل. وقالت وزارة الصحة أن طبيبا أصيب بالفيروس في مدينة أربيل، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، فيما أشارت إلى تسجيل 7 إصابات في السليمانية، وذلك بعد أن حجرت الكوادر الصحية 10 أشخاص اشتبه بإصابتهم إثر حضورهم مجلسا للعزاء. وبهذا يرتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إقليم كردستان إلى 27 إصابة. على إثر ذلك، أعلنت وزارة النقل والاتصالات في إقليم كردستان إيقاف حركة النقل العام كجزء من الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها السلطات لمكافحة انتشار فيروس كورونا. وأوضحت الوزارة أن القرار يشمل التنقل بين المدن وداخلها تحقيقا للمصلحة العامة وحماية سلامة المواطنين، فيما بينت أن القرار يعد ساريا اعتبارا من اليوم الجمعة وحتى الأول من نيسان المقبل. بدوره، دعا رئيس إقليم كردستان جرفان برزاني المواطنين إلى التعامل بوعي مع الوضع الحالي الناجم عن انتشار فيروس كورونا. كما شدد برزاني على أن الوقاية من انتشار واستشراء هذا الفيروس أصبحت الأولوية الرئيسية لكل الدول والمنظمات الدولية، وأن التجربة أثبتت أن الوقاية هي أنجع الأسلحة للتقليل من أضرار كورونا والسيطرة على آثاره. طالب برزاني المجتمع الدولي والمنظمات العالمية المعنية بمساعدة إقليم كردستان على مواجهة استشراء الفيروس. في الأنبار، أقامت منظمات المجتمع المدني في مدينة الفلوجة ندوة توعوية نسوية تثقيفية بشأن فيروس كورونا وكيفية الوقاية منه. القائمون على الحملة أكدوا على الإقبال الكبير الذي حظيت به الندوة، فيما أشاروا إلى ضرورة أن تأخذ منظمات المجتمع المدني دورها في تثقيف المجتمع وتوعيته بشأن الفيروس والطرق الصحية لتلافيه. اليوم أقمنا حملة توعوية للمرأة تحت عنوان المرأة أساس التنمية والإبداع، بدعم ورعاية مركز إيقاظ للتدريب والتطوير. وأيضا كانت هناك حملة توعوية صحية حول مرض فيروس كورونا. حقيقة اليوم واجبي كامرأة ناشطة وواجب كل منظمات المجتمع المدني أن يعني يشاركون بهكذا حملات توعوية للمواطن، خصوصا في محافظة الأنبار. إن شاء الله محافظة خالية من الأمراض، لكن الوقاية خير من العلاج. اليوم لقينا حقيقة تلقي كبير من قبل النساء حول التوعية لهذا المرض، وقمنا بتوزيع البروشورات والمعقمات والكمامات والبروشورات ما يخص التوعية حول فيروس كورونا. وإن شاء الله بلد خالي من الأمراض، ونتمنى الأمن والأمان إلى المحافظة. بعد المباشرة بتطبيق قرار خلية الأزمة المتضمن غلق الأماكن الترفيهية والمقاهي في محافظة ديالى، ناشد العشرات من عمال هذه الأماكن بإعادة النظر بالقرار، مؤكدين أنه تسبب بارتفاع نسب البطالة. التفاصيل في هذا التقرير. 7 أيام مرت على تنفيذ قرار إغلاق المقاهي والأماكن الترفيهية في محافظة ديالى، وبعدما كان نهر خريسان يعج بالشباب ليلا، لم يتبقى الآن سوى هذه المقاعد الخالية التي تنتظر عودة الحياة إليها
عشرات العاملين في المقاهي تقطعت أرزاقهم وبانتظار قرار العدول عن الإغلاق. ما كلها قاعدة العمال، هسه كلها قاعدة العمال بالبيت مالتها ومعزلين، وبس أنا على المطعم مفتح. خويا قدامك الصالة اثنين معزلات، أبو الشاي ماكو، أبو النراقيل ماكو، أبو الصالة ماكو، يعني كلها معزلة، قازينة معزلة. اقتراحات كثيرة للعودة إلى العمل من قبل أصحاب المقاهي، ومنها التعقيم المستمر وفحص الزبائن قبل الدخول بأجهزة حديثة يتم توفيرها على حسابهم الخاص، وإن استمرار إغلاق هذه المقاهي يساهم بشكل كبير بزيادة البطالة في المحافظة رغم تضامنهم مع إجراءات الدولة ضد فيروس كورونا. عدة إجراءات الوقاية من باستخدام المعقمات، باستخدام جهاز مقياس الحرارة، نوقف عامل خاص يفحص بيده جهاز مقياس الحرارة، أي زبون يدخل نفحص أي الله يدخل. هذا على مود الناس والبطالة والعمال اللي تأذت وقطع الرزق. فيما أكدت قيادة الشرطة على إغلاق جميع المقاهي بعد صدور كتب رسمية من خلية الأزمة للحفاظ على المدينة والشباب من انتشار الفيروس، وهناك إجراءات صارمة بحق المخالفين. تقوم أفواج الطوارئ وكذلك مديريات شرطة الأقسام بإلقاء القبض على هؤلاء المخالفين وتسييرهم إلى القضاء لغرض ينالون جزائهم العادل. ومن خلال قناتكم الموقرة يجب أن تكون هذه الأمور توعوية أكثر مما هي عقابية من أجل الحد من ظاهرة انتشار الفيروسات في محافظتنا العزيزة. وقد يساهم هذا الإجراء للحفاظ على الشباب ولو بشكل قليل من الإصابة بالفيروس رغم امتعاض البعض على غلق المتنفس الوحيد في المحافظة. من محافظة ديالى، عمر العبيدي، قناة الفلوجة. جدد أهالي مدينة الموصل القديمة في محافظة نينوى مناشداتهم للجهات المعنية بتعويض أصحاب المنازل المدمرة بعد مضي نحو 4 سنوات على تحرير المدينة. الأهالي أكدوا أنهم لغاية الآن لم يتسلموا أي مبلغ مالي لقاء إعادة ترميم منازلهم التي تدمرت نتيجة العمليات الإرهابية أو أثناء عملية التحرير. هنا على المنطقة البيوت أضرار خفيفة بسيطة، يعني يقدر كل من شلات بيتونه، الحائط، سياج ماله قالب، وبعد ما جينا اخذنا اغراض كم من جاء شغلات امنيه، جو كم من زوم من الجهات الامنيه جو سووا لهم كتب اخذوا اغراض بيتهم، جو على المنطقه منطقه عامره، يعني يقدرون كل من مليون مليونين كثره مليونين يقدر يرمون بيته ويقعد بيه. بس جاء المحافظ استلم الموصل المرعيد العفو العاقوب، جاء صارت قاع، بعدين جاء محافظ الثاني استاد المرعيد وخصصوا 1 مليار من البترودولار على اساس بدل ايجار، ظلت تقريبا شهرين معاملات نايمه عندهم. دز علينا المختار قال يابا المعاملات بيكم، المعاملات باخطاء صلحوها، صححنا المعاملات. وجاء شخصهم قال يابا المليار تخصصت والتقينا مع النائبه بسمه بسيم، قالت خصصوا لكم 1 مليار انتم الميدان والشهوان. هاي 3 سنين كل هاي المنطقة الشهوان والميدان قاعدة إيجارات، يعني ناس هلكانة تعبانة ولا ربع ما حد استلم من هالمليار يخصصوها الميدان والشهوان. ونبقى في نينوى، حيث أمهل مجلس حكماء سهل نينوى الحكومتين المركزية والمحلية 72 ساعة للتدخل وإيقاف عمل الجمعيات التعاونية التي تعمل على إنشاء مجمعات سكنية في مناطق قريبة من السحل. نرفض رفضا قاطعا التغيير الديمغرافي للسكان في سهل نينوى والتي تقوم بها الجمعيات التعاونية الغير مجازة والغير مرخصة بشراء أراضي زراعية في سهل نينوى وتقطيعها وبيعها لأناس من خارج سهل نينوى، وإن هذه التصرفات مخالفة لأحكام الدستور العراقي والقوانين النافذة وقرار المحكمة الاتحادية. نناشد الحكومة المركزية في بغداد والمحلية في محافظة نينوى بالتدخل الفوري والسريع لإيقاف هذه الخروقات والتجاوزات من قبل الجمعيات الغير مجازة
والمخالفة لأحكام الدستور والقوانين النافذة والتعليمات الصادرة من الوزارات والدوائر المعنية والموافقات الأمنية الأصولية واتخاذ الإجراءات اللازمة خلال مدة أقصاها 72 ساعة. نكرر، خلال مدة أقصاها 72 ساعة، وإلا فسيكون لأبناء سهل نينوى موقف آخر من خلال المظاهرات والتي سيشارك فيها جميع أبناء سهل نينوى وفي مواقع عمل الجمعيات المتجاوزة والتي سيتم غلقها بأمر الشعب. المشاهدين الكرام، نشرتنا مستمرة وفيها أيضا بعد كورونا والمقاتلات، التنين يدخل أجواء العراق والأرصاد تحذر من سرعة كبيرة للرياح وانخفاض حاد في الرؤية. حذرت هيئة الأرصاد الجوية العراقية من زيادة سرعة الرياح بشكل كبير وانخفاض في الرؤية الجمعة، ليستمر إلى السبت بفعل منخفض جوي قادم من البحر المتوسط أطلق عليه اسم عاصفة التنين. وقالت الهيئة إن الطقس سيكون في أغلب المناطق غائما جزئيا إلى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة إلى متوسطة الشدة. وأكدت الهيئة حدوث عواصف رعدية في الأقسام الغربية للبلاد مع زيادة في سرعة الرياح بشكل كبير تتراوح بين 50 إلى 60 كيلو مترا في الساعة، وتشتد أحيانا إلى أكثر من 70 كيلو مترا في الساعة ليلا، حيث تسبب تصاعد الغبار وانخفاضا في مدى الرؤية. هذا وحذر خبراء الطقس والأرصاد الجوية مع اشتداد عاصفة التنين الرملية المصحوبة برياح شديدة السرعة والتي ضربت 8 دول، هي مصر وعمان، سوريا، الأردن، وكذلك لبنان وفلسطين والعراق وتركيا. وأكدت الأرصاد الجوية مصرع طفل في غزة و20 شخصا في مصر، فيما أصيب 39 شخصا في عدة محافظات مصرية بعاصفة التنين التي بدأت مع الساعات الأولى هذا اليوم أو يوم أمس الخميس عفوا، مبينة أن العاصفة تسببت بالعديد من الإصابات والخسائر المادية وتعليق الدوام للمدارس والجامعات في لبنان والأردن وبعض الدول الأخرى. في ملف كورونا، أعلنت لبنان تسجيل 7 حالات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الحالات إلى 38 حالة. وأكدت مصادر طبية في تقريرها اليومي عن آخر مستجدات فيروس كورونا في لبنان إصابة 158 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة، فيما غادر المستشفى 19 شخصا كانوا متواجدين في منطقة الحجر الصحي بعد أن جاءت نتيجة الفحص المختبري سلبية. أما في المغرب، فقد أكد الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية الحسن عبيابة أكد اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية، مشيرا إلى أن السلطات الصحية أحصت جميع الذين خالطوا الحالات التي تأكد إصابتها بفيروس كورونا. هذا وأعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 7 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد لدى مواطن مغربي يبلغ من العمر 39 سنة. بالنسبة للتعامل بصفة عامة مع هذا الوباء فيروس كورونا في المغرب، يسيطر بالحرفية وبلجان اليقظة وبلجنة القيادة وبالمراقبة المستمرة واليومية مع جميع المصالح المعنية لحماية المواطنين داخل المغرب، كما أن التعامل أو القرارات أو الإجراءات تجرى حسب التطورات. الإجراءات الاحترازية ضرورية، وبالتالي كلما تحدثتم عنه فهو يدخل في الإجراءات الاحترازية والاستعدادات لأي طارئ أو لأي تطور، علما بأن الوضعية مستقرة ومسيطرة عليها.
أكد قائد أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باخري أن بلاده قررت إخلاء الشوارع والأسواق والمراكز التجارية في المدن خلال الساعات 24 ساعة الماضية أو المقبلة، وذلك لقطع سلسلة انتقال فيروس كورونا بين المواطنين. وقال اللواء محمد باخري في تصريح للتلفزيون الرسمي أنه طبقا لقرارات اللجنة العليا لمكافحة فيروس كورونا في البلاد، سيتم مراقبة الشعب الإيراني بكامله عبر الاتصال ووسائل التواصل الاجتماعي ومراجعة المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا إلى المستشفيات، وذلك خلال الأيام العشر المقبلة. أشاد مدير المعهد الوطني الأمريكي للأمراض المعدية وعضو إدارة ترامب في البيت الأبيض أنتوني فوسي بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القاضي بحظر السفر إلى أوروبا لمدة 30 يوما. كان قرارا صائبا، والسبب أن المسافرين الصينيين الذين أصيبوا بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قدموا من أوروبا. تسجل بعض الدول في أنحاء العالم إصابات جديدة معظمها قادمة من أوروبا، وهذا ما دفع الرئيس إلى إصدار قرار حظر السفر. في خبرنا الأخير، وعدت المفوضية الأوروبية بتزويد إيطاليا بكل الدعم الذي تحتاجه للتغلب على أزمة فيروس كورونا، وذلك بعد شكاوى من أن بروكسل كانت بطيئة في الرد. نحن على استعداد تام لمساعدة إيطاليا في كل ما هو ضروري، وهذا أمر بالغ الأهمية. تضررت هذه البلاد بشدة من فيروس كورونا، ونعلم جميعا أنهم بحاجة إلى المساعدة الآن. إلى هنا مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. يا علي يا علي. شرارة التاج تشعل فتيل التوترات، قصف أمريكي يستهدف مواقع عسكرية، والعمليات المشتركة تعلن القصف أودى بحياة 5 مقاتلين وجرح 11 آخرين. القصف الأمريكي يفجر موجة من ردود الفعل، رئاسة الجمهورية تحذر من الانزلاق في منحدر اللادولة، والخارجية تعلن استدعاء سفيري واشنطن ولندن. الأمم المتحدة تدخل على خط الأزمة، يونمي تدعو لوقف فوري للتصعيد وتشدد لا يمكن استخدام العراق ساحة لحروب الوكالة. وكورونا يفرض إجراءات استثنائية، خلية الأزمة تمنع حركة التنقل بين المحافظات، والإقليم يحظر التجول في أربيلة والسليمانية لمدة يومين. ختام هذه النشرة مشاهدينا، ودائما كالعادة للمزيد زوروا الفلوجة دوت تي في، وأيضا صفحتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. إلى اللقاء. في أمان الله. يعطيك العافية. We'll be right back.